من اللحظة الأولى لظهور مسلسل الحشاشين وكله بيتكلم عن وجود تشابهات بين جماعة الإخوان وجماعة الحشاشين، لدرجة إن الإخوان اتضايقوا وبدأوا يهاجموا المسلسل كأنهم خايفين من إن الناس تعرف حاجات معينة أو تفكر في مقارنات وتشابهات معينة. لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الكلام عن التشابه بين الإخوان والحشاشين مش جديد ومش جاي من المسلسل، ده كلام موجود من ايام حسن البنا مؤسس الجماعة، واول ناس اتكلموا عن التشابهات دي كانوا رموز الاخوان نفسهم. تخيل بقى مين من رموز الاخوان اتكلموا عن التشابهات دي، وهل حسن البنا اتأثر فعلا بالمنهج الحركي والدعوي والتنظيمي بتاع حسن الصباح، ولا كان تأسيسه لجماعة الاخوان بتنظيمها السري وهيكلها التنظيمي والدعوي كان مجرد صدفة أو محض ذكاء وعبقرية شخصية منه؟ ثم إيه أبرز وأهم وأخطر التشابهات دي بعيداً عن التشابهات العامة اللي بتجمع كل الفرق والتنظيمات المتطرفة عموماً؟ والأهم من ده كله، إيه الطريقة السحرية الجهنمية اللي قدر ابن الصباح يجنت ويسيطر بيها على أتباعه؟ وهل اعتمد حسن البنا نفس الطريقة فعلاً؟ ده اللي هنحاول نجاوب عليه في دقائق. أول من لقب حسن البنا بحسن الصباح زعيم الحشاشين كان سيد قطب شخصية، وده من قبل انضمامه للإخوان بكتير، لما زار أخته في مرة من المرات وقابل ابنها أحمد محمد سالم المنتمي للإخوان وقال له حرفيا: ماذا فعل بك حسن الصباح وجماعة الحشاشين؟ وده وفقا لشهادة المستشار الدمرداش العقالي اللي كان بالمناسبة أحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان قبل انضمامه بعدين للمذهب الشيعي في مصادفة ومفارقة غريبة شويتين. لكن سيبك من الواقعة دي واقرأ معايا شهادة القيادي الإخوان السابق علي عشماوي أحد أعضاء التنظيم السري المحبوسين مع تنظيم سيد قطب، اللي كشف في كتابه التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين إن الإخوان درسوا فعلا جماعة الحشاشين لما قرروا تأسيس النظام الخاص المسؤول عن الاغتيالات والعمل المسلح، وقال نصا: لقد كانت هناك وقفة شديدة أمام فرقة الحشاشين أتباع حسن الصباح، وكان الانبهار من وصولهم إلى حد الإعجاز في تنفيذ آليات السمع والطاعة، وكيف كان آلاف الأتباع يسمعون ويطيعون حتى لو طلب منهم قتل أنفسهم. إذن عندنا شهادة معتمدة من كادر إخواني مهم بيؤكد انبهار حسن البنا بحسن الصباح وجماعة الحشاشين، يعني مش بنتبلع الرجل ولا حاجة. كمان مهم نعرف إن أفكار وتجارب الجماعات الشيعية ما كانتش بعيدة عن حسن البنا ولا حاجة، اللي كانت بتربطه علاقة غرام بشخصيات إيرانية شيعية غامضة زي الشيخ تقي الدين القمي اللي استضافوا في مصر وأسسوا مع بعض دار التقريب بين المذاهب. لقوا ايه؟ اسمع بنفسك عضو الهيئة التأسيسية للإخوان فريد عبد الخالق. كان يخلي القمي ده أهم درس عندنا، كان درس الثلاثاء، خلي القمي يخلي القدرس يشير وخلانا نصلي وراه عشان يذب الوحشة منه ومن السنة، فما فيه قضى على حاجة اسمها أهل السنة وأهل الشعب. خد عندك المعلومة دي كمان من واحد من أبرز الكتاب المحسوبين على الإخوان، وهو فهمي هوادي، اللي بيقول في كتابه إيران من الداخل إن الشيعة الإيرانيين في مصر بعد الموضوع ده انضموا للإخوان، وانضم بعدهم كمان للإخوان شيعة العراق. ومش بس كده، ده الزعيم الشيعي الإيراني المتطرف نواب صفوي مؤسس جماعة فدائيان إسلام سنة 1945 اللي قامت بأغلب عمليات الاغتيال السياسي في إيران في عهد شاه إيران. ويدي بيقول ان صفوي ده جمعته علاقة صداقة قوية جدا بسيد قطب اللي استضافه كمان في مصر، ووصلت الدرجة ان صفوي ده صرح وسط جمع من الاخوان وقال نصا: من اراد ان يكون جعفريا حقيقيا فلينضم الى صفوف الاخوان المسلمين. صفوي ده بقى بالمناسبة هو الاب الروحي لثورة الخميني في ايران، وعلي خامنئي المرشد الحالي دخل المجال السياسي على ايده. ومش عاوز افاجئك واقول لك ان خامنئي ده نفسه ترجم بنفسه كتب سيد قطب ونشرها كمان في ايران. ويقال كمان ان الخميني نفسه زار البنا ومقر جماعة الاخوان المسلمين في مصر سنة 1938 علشان يتعلم منه المنهج الحركي لجماعة الاخوان الحشاشين.
نيجي بقى للناس اللي بتتكلم عن تشابهات بين الإخوان والحشاشين، يا ترى يقصدوا أي نوع من التشابهات بالظبط؟ هل مثلا عشان ده اسمه حسن وده اسمه حسن، ولا مثلا عشان ده أطلق على جماعته اسم الدعوة الجديدة وده كمان أطلق على جماعته اسم جماعة الدعوة، ولا يكونش علشان ده تبع الشيعة الإسماعيلية وده أطلق جماعة الإخوان من مدينة الإسماعيلية في مصر مثلا؟ ما هو مش معقول هنتلكك ونلزق أي تشابهات لفظية وشكلية عشان نقول انهم شبه بعض يعني. لكن المدهش ان حتى التشابهات اللفظية الهايفة دي وراها وجواها تشابهات جوهرية فعلا، ومش تلكيك ولا حاجة، لان تبعية ابن الصباح للشيعة الاسماعيلية في جوهرها ما هي الا ايمان بالامامة، امامة علي بن ابي طالب ونسله، وتحديدا فرع اسماعيل بن جعفر الصادق، وصولا للمستنصر بالله الفاطمي، ومن بعده ابن نزار، وكل امام يجي من نسل نزار بعد كده. والكلام ده مش مجرد تلكيكة من ابن الصباح عشان يبقى زعيم زي ما بيحاول البعض تصويره، لا، ده هو مؤمن بجد ان اي حد يموت من غير الايمان بالامامة دي يبقى كافر ومات موتة جاهلية وهيخش النار كمان، وفقا لحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، زيه زي حسن البنا بالظبط. المؤمن هو كمان بالإمامة باعتبارها من أصول الدين على الطريقة الشيعية. أيوة زي ما حضرتك سمعت كده، الإمامة اللي هي المعادل اللفظي للخلافة واللي تعتبر من فروع الدين عند المذاهب السنية الأربعة، حسن البنا وكل من على شاكلته رأيهم إنها من أصول الدين زي الشيعة بالظبط، وفقا لفهم حرفي لحديث في صحيح مسلم بيقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رغم إن السلفيين نفسهم يا أخي مش بيفسروا الحديث ده تفسير حرفي ولا بيربطوه زي الإخوان بوجوب وإلزامية الإمامة والخلافة، وأبرز رموزهم أكدوا بدل المرة ألف إن الحديث ده مجرد حد على الالتزام بشرعية الحاكم والنظام اللي أغلبية الناس اختاروه بيعوه زي أي انتخابات لأي رئيس النهاردة كده. العكوف عن مبايعة الإمام الذي اجتمع المسلمون كلهم عليه وقالوا هذا إمام، أما إذا افترقت الأئمة إمام في دولة وإمام في دولة إمام في دولة أخرى فلست بمجبر على المبايعة آنذاك، لأن المسلمين يكون لهم إمام واحد، ولذلك فإن عبد الله بن عباس امتنع عن مبايعة عبد الله بن الزبير. أما الشيعة والإخوان بقى فالاتنين ما يعرفوش يعيشوا من غير إمام وبيعة للإمام ده، وإلا يبقى ماتوا ميتة جاهلية، عشان كده هم الاتنين بيعملوا كده. اللهم إنا نشهد ونعاهد على أن نعمل على نصرة دينه ودعوته تحت راية جماعة الإخوان المسلمين ملتزمين بأوامر قيادتها عاملين بلوائحها وقوانينها نسألك يا حي يا قيوم أن تعيننا على الوفاء بهذا العهد وأداء هذه البيعة حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا. موضوع البيعة ده هنجيله كمان شوية، لكن ايه رأيك دلوقتي في فرق كبير بين الإخوان والحشاشين، ولا الاتنين فولة وانقسمت نصين؟ ما تستعجلش في الحكم، لسه قدامنا طريق طويل من التشابهات، خلونا نشوفها كده مع بعض ونحكم في الآخر. خد عندك مثلا نوع تاني من التشابهات الخاصة بالمواقف الحياتية والسياسية لحسن الصباح وحسن البنا. المعروف ان الاتنين تعليمهم كان تعليم مدني بعيد عن المؤسسات الدينية الرسمية. ابن الصباح وفقا للمؤرخ السني الكبير ابن الاثير في كتابه الكامل في التاريخ كان عالما بالهندسة والحساب والنجوم، والبنا زي ما كلنا عارفين كان مدرس خط وكاتب صحفي وخريج دار العلوم، والاتنين بيقدموا العمل الحركي التنظيمي على النظر العقلي والفكري، عشان كده محدش منهم قدم كتب في الفقه او التفسير والقرآن او الحديث النبوي او اي حاجة لها علاقة بالفكر الدين عموما. الكتب الوحيدة المنسوبة للاتنين هي مذكراتهم وسيرتهم الذاتية ورسالة في اللاهوت ملهاش اي 30 لازمة، يعني الاتنين ما كانوش برعين لا في الفقه ولا الحديث ولا التفسير ولا التاريخ
ومع ذلك مصممين على انهم زعماء دينيين، ولازم يضيفوا كمان حاجة جديدة على المذاهب والطائفة اللي بينتموا ليها، زي ما عمل حسن الصباح في الشيعة الإسماعيلية وأسس النزارية، وزي ما عمل البنا وأسس الإخوان بمعزل عن جميع المؤسسات والمذاهب الدينية الرسمية. الاثنين كمان غدروا بأصدقائهم وأكتر ناس قدموا لهم حضونة اجتماعية ومادية في المناطق اللي نشأوا فيها بعيدا عن موطنهم الأصلي. ده لو اعتمدنا أساسا قصة وأسطورة صداقة ابن الصباح بنظام الملك اللي قال انه احتضنوا وساعدوا وعينوا كمان في بلاط الدولة السلجوقية وفي الاخر غدر به وانتهى الامر باغتياله كمان. ونفس القصة كررها البنا باستثناء الاغتيال مع صديق عمره في قرية المحمودية احمد السكري زعيم جماعة اخوانه الحصافية اللي انضم لها البنا في طفولته واستفاد من رعاية وثراء السكري واسسوا مع بعض جماعة الاخوان، وبعدين انقلب عليه وفصلوا من الجماعة بعد ما السكري فضح علاقة عبد الحكيم عبدين جوز اخت البنا بالنساء الجماعة. كمان الاثنين تم اتهامهم بالعمالة لدول اجنبية من اللحظة الاولى لانطلاق دعوتهم، زي ما حصل مع عبد الصباح لما هرب على مصر لما وزير الري ابو مسلم كشف عملته للدولة الفاطمية الشيعية داخل الدولة السلجوقية السنية. ونفس القصة اتكررت بالحرف مع البنا لما حصل على 500 جنيه تمويل من الانجليز لبناء مسجد ومقر لجماعته في الإسماعيلية، ولما الناس قامت عليه هرب على القاهرة لحد ما الدنيا تهدى شوية. يا راجل ده حتى طريقة حسن الصباح اللي كان بيهدد بيها خصومه برسائل سرية يبعتها داخل غرف نومهم ويعلقها بخنجر في سريرهم، حسن البنا في مذكراته قال انه اعتمد نفس الطريقة وهو صغير لما أسس جماعة سرية في المدرسة باسم جمعية منع المحرمات، وكانت مهمتها كتابة رسائل تهديد ووعيد وإرسالها بطريقة سرية. لمين بقى؟ اقرأ كده معايا في مذكراته: لمن يرتكبون بعض الآثام أو لا يحسنون أداء العبادات على وجهها. وطبعا مش محتاج أقولك أن الاتنين مواقفهم السياسية من الدول اللي هم عايشين فيها أو من الدول الاستعمارية اللي حواليهم كانت متطابقة تماما. مش بس الاتنين تعاملوا مع موضوع احتلال القدس ببرود اعصاب، وكانوا دايما مشغولين جدا باستغلال الحرب للتدريب وجمع السلاح واضعاف الجبهة الداخلية للدولة بممارسة سلسلة من الاغتيالات في نفس السنة ضد رموز الدولة، زي ما عمل ابن الصباح مع نظام الملك وزي ما عمل الحشاشين من بعده في محاولتهم اغتيال صلاح الدين اكتر من مرة وهو محاصر الصليبيين، بالظبط زي ما عمل حسن البنا في توقيت حرب فلسطين سنة 48. وقامت الجماعة باغتيال القاضي احمد الخزندار وحاكم دار العاصمة سليم زكي ورئيس وزراء مصر محمود فهمي النقراشي في عز اشتعال حرب 48. تقريبا الاختلاف الوحيد اللي بينهم ان البنا مات مقتول والصباح مات على سرير واحد. لكن سيبك من تشابهات المواقف التاريخية ديت، وسيبك كمان من موضوع ان الاثنين كانوا بيدعوا لإقامة الإمامة والخلافة وأسسوا جماعات دينية سرية واعتمدوا مبدأ التقية لاختراق المؤسسات السياسية واستخدموا أسلوب الاغتيالات والعمليات الانتحارية لتصفية خصومهم وربوا أتباعهم على السمع والطاعة العمياء للإمام وصدروا للناس المظلومية لكسب التعاطف وحشد الأنصار. سيبك من التشابهات دي دلوقتي رغم انها موجودة بينهم فعلا، زي ما هي موجودة برضو في أغلب التنظيمات والجماعات الدينية المتطرفة عادي جدا. وخلونا نحاول نمسك التشابهات الجوهرية الأخطر بين الإخوان والحشاشين واللي مش موجودة في أي جماعة تانية غيرهم هم الاثنين، ووعدك إنك هتتصدم من حجم التطابق بين الاثنين في كل حاجة تقريبا. لو عاوز تعرف الحشيش الحقيقي فعلا اللي مكن حسن الصباح من تجنيد أتباعه والسيطرة عليهم تماما ومكن البنا من بعده من السيطرة التامة على إخوانه، ولو عاوز تعرف فعلا إزاي الحشاشين والإخوان قدروا يخترقوا جميع المؤسسات السياسية وينتشروا داخل جميع شرائح المجتمع، تعالى نشوف التشابهات الأهم والأخطر اللي بينهم هم الاثنين، الخاصة بالهيكل التنظيمي والحركي والدعوي اللي مكنهم هم الاثنين من تأسيس أخطر تنظيمات سرية في تاريخ المسلمين. لكن من البداية كده شيل من دماغك فكرة الاستخفاف بقدراتهم التنظيمية على طريقة ابن الجوزي اللي بيقول إن ابن الصباح كانت سيرته في دعاته أنه لا يدعو إلا غبيا، لأن الحقيقة عكس كده تماما، والدليل إن اللي بيقولوا الكلام ده هتلاقيهم بعدها بكام سطر بيتكلموا
عن براعة الحشاشين في الجدل والعلوم والاحتيال والاغتيال، وفي نفس الوقت يتهمون بالغباء وبالجهل. طب ازاي؟ نفس الكلام فيما يخص حسن البنا. صحيح حسن البنا في الاول استهدف النجارين والحدادين والصنايعية، لكنه بعد كده لما انتهى من ترتيب التنظيم الهيكلي للجماعة ما بقاش يقبل اي حد يروح من نفسه كده عشان ينضم عادي للاخوان. اي نعم مش بيرفض حد جاي ينضم ليهم، لكن النوع ده بيحطه في مستوى منخفض من مستويات الجماعة، زيه زي حسن الصباح بالظبط. اما الكوادر فهم اللي بيختاروهم بنفسهم بعناية وبأساليب جهنمية زي الحشاشين بالظبط. الكاتب الشيعي فرهاد دفتري في كتابه الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم بيقول نصا إن الإسماعيلية لم تهدف البتة إلى كسب الأتباع بشكل جماعي. التجنيد عند الحشاشين كان بيتم من خلال 7 مراحل أساسية. تعالى نشوفهم مع بعض وبعدين قولي شفتهم فين قبل كده. أولا مرحلة التفرس، ودي بيقوم فيها شخص بارع في الفراسة وقادر على اصطياد واختيار الشخصيات المناسبة للدعوة بعناية من وشوشهم ومن ظروفهم ومن بيئتهم الاجتماعية. ثانيا التأنيس، ودي مرحلة بيقوموا فيها بمصاحبة الشخص ومشاركته كل اهتماماته وميوله لزرع الطمأنينة والأنس في قلبه. ثالثا التشكيك، ودي مرحلة معنية أكتر بزعزعة عقيدة وأفكار وانحيازات السياسية للشخص المطلوب تجنيده. رابعا التعليق، ودي مرحلة انقطاع مؤقت عن الشخص بعد وضعه في حيرة من أفكاره القديمة وبأفكار الإسماعيلية الجديدة القوية بدون ما تعرفوا إنها أفكار إسماعيلية، وبدون عرض كامل المذهب الإسماعيلي عليه بحيث يفضل متعلق ومشتاق للمزيد. خامسا الربط، والمقصود به ربط لسان الشخص المستهدف بأغلظ الأيمان والعهود بعدم إفشاء أو البوح بما سيقال له عن المذهب الإسماعيلي. سادسا التأسيس، وأبو حامد الغزالي بيسميه التدليس، والمقصود بالتأسيس ده إنهم يعرفوا الشخص على أصول المذهب الإسماعيلي على مراحل مش دفعة واحدة عشان يفضل عنده لهفة ورغبة في معرفة المزيد والدخول في الدعوة اللي بيقدموها باعتبارها صحيح الإسلام. سابعا وأخيرا الخلع والسلخ، وفيه يخلع الشخص المستهدف مذهبه وعقيدته القديمة وسلخه منها نهائيا. المراحل دي بقى مش بتفكرك بحاجة؟ محدش حاول يعملها معاك قبل كده؟ ما تستعجلش في الرد، وتعالى نكمل ونشوف الهيكل التنظيمي للإخوان والحشاشين اللي من خلاله بيتم تنفيذ أجندة التجنيد دي. الكاتب الشيعي مصطفى غالب في كتابه تاريخ الدعوة الإسماعيلية بيقول إن الحركة الإسماعيلية قسمت العالم إلى 12 قسما وأطلق على كل قسم جزيرة، وجعل الإمام على كل جزيرة داعيا هو المسؤول عن الدعوة فيها، وكل داعي بقى من دول كان له مجموعة من المساعدين اللي بيقوموا بمهمة وتجنيد واستقطاب الأتباع وتوصيل الدعوة ليهم. والموضوع ده بيتم برضو على 7 مستويات عشان رقم 7 ده بالنسبة لهم رقم مقدس، لدرجة ان من اشهر اسمائهم اساسا السبعية. المستوى الاول محجوز طبعا للامام والخليفه الفاطمي. المستوى الثاني اللي داعي الدعاء اللي بيطلق عليه احيانا حجه الامام وباب الابواب. المستوى الثالث لكبار الدعاء، ودول كل واحد منهم بيحكم قلعه في اماكن مختلفه. المستوى الرابع للدعاء اللي مجرد بينقلوا افكار ورسائل كبار الدعاء. والمستوى الخامس للاصقون اللي بياخدوا العهد والميثاق على الناس اللي استجابت للدعوه. المستوى السادس للعلماء، ودول كذا نوع بيسلموا بعض الشخص على مراحل مختلفه لتاهيله للمرحله اللي بعد كده بعد استجابته للدعوه. المستوى السابع للمكاسر، وده بيقوم بدور تشكيك الناس في افكارهم ومعتقداتهم ومشايخهم. النموذج الشيعي الاسماعيلي ده بقى على اختلاف تفاصيله بين المراجع التاريخيه كان هو النموذج الجاهز الناجح اللي حسن الصباح شافه بيحول الشيعة الإسماعيلية من مجرد دعوة سرية لدويلة في تونس وخلافة فاطمية مترامية الأطراف في الشرق الأوسط، وعشان كده اعتمد نفس النموذج وأضاف عليه بعض التعديلات وأنتج نموذج خاص بجماعته. ومش هقولك طبعا أنه نفس النموذج اللي اعتمده حسن البنا، هسيبك تشوف أنت وتحكم بنفسك. خد عندك أول مرتبة، مرتبة الإمام اللي في الغالب بقت مرتبة شكلية ورمزية وحل محلها مرتبة سيدنا الحسن بن الصباح، اللي هتلاقي المعادل له عند حسن البنا والإخوان مرتبة مرشد الجماعة الإمام حسن البنا. تاني مرتبة كبار الدعاء اللي هم في الإخوان مكتب الإرشاد.
ثالث مرتبة الدعاء اللي الإخوان بيقولوا عليهم كادر إخواني. رابع مرتبة الرفاق والمعاد اللي هو عند الإخوان الأخ العامل. خامس مرتبة الفدوية أو الفدائيين أو الانتحاريين، ودول أخطر مرتبة مسؤولة عن عمليات الاغتيال الانتحارية، زيهم زي النظام الخاص عند الإخوان بالظبط. سادس مرتبة اللاصقون اللي بياخدوا العهد على الناس المستجيبة للدعوة، ودول عند الإخوان اسمهم الأخ المنتسب والأخ المنتظم. سابع مرتبة العاديون اللي إخوان بيقولوا عليهم محب أو مؤيد أو مش إخوان بس بيحبهم. وطبعا مش محتاج أقولك إن المرتبة الأخطر في الهيكل التنظيمي ده كله المسؤول عن عمليات الاغتيال والإرهاب عند الإخوان والحشاشين، اللي هي مرتبة الفدوية والنظام الخاص، بتكون عبارة عن تسلسل عنقودي سري محدش فيه يعرف حاجة عن باقي الأعضاء اللي معاه، عشان لو واحد منهم اتقبض عليه ما يعترفش على باقي التنظيم، بشرط الطاعة العمياء زي الحشاشين طبعا، حتى يكون الأخ بين يدي مرشده كالميت بين يدي من يغسله. والكلام ده بالمناسبة مش مبالغات ولا تجني عليهم، دي شهادات أعضاء التنظيم الخاص نفسهم في مذكراتهم، زي محمود السباخ القيادي المعروف في التنظيم الخاص للإخوان المسلمين، اللي بيقول في كتابه التنظيم الخاص ودوره في دعوة الإخوان المسلمين: كانت البيعة تتم في منزل بحي الصليبة، حيث يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسؤول عن تكوينه والأخ عبد الرحمن السندي المسؤول عن تكوين الجيش الإسلامي داخل الجماعة، وبعد استراحة يخرج من جانبه مسدسا ويطلب للمبايع أن يتحسسه وأن يتحسس المصحف الشريف الذي يبايع عليه، ثم يقول له: فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك. مش بس كده، الدكتور عبد العزيز كامل عضو تنظيم السر للإخوان في مذكراته في نهر الحياة بيضيف تفصيلة مهمة، وده بالمناسبة شخص حسن البنا وصفه بأنه ابن دعوة الإخوان البكر. كامل ده لما دخل يبايع الإخوان في غرفة ضلمة اتصدم لما سمع صوت الشخص اللي بيبايعه، وعرف انه صاحبه صلاح عشماوي مش المرشد حسن البنا، فزعل جدا وقال: ما هذا يا عشماوي؟ وهل من الإسلام أن أضع يدي في يد من لا أعرف؟ ثم ما هذه الأساليب التي أدخلتموها على عالمنا ولا أساس لها من ديننا؟ فأجاب صالح عشماوي وكان عضوا في مكتب الإرشاد ورئيس تحرير مجلة الإخوان: هذا نظامنا. التنظيم الخاص ده بقى لو مسكته وحطيته في مقارنة مع تنظيم الفدوية بتاع الحشاشين هتلاقيهم فولة وانقسمت نصين بكل تفاصيلها، من اول الاشتراط على افرادها انهم يكونوا صغيرين في السن ومش متعمقين قوي في اصول الدين وعندهم اندفاع ورغبة في التضحية بالنفس من اجل الدين، والبيعة في غرفة سرية على المصحف والخنجر او المسدس عند الاخوان، والخضوع لمنهج تربوي جهنمي لتربيتهم على السمع والطاعة والعزلة الشعورية التام عن المجتمع والأهل والأصدقاء، وفي نفس الوقت التواجد وسط الناس لاختراق جميع شرائح ومؤسسات المجتمع في كتمان وسرية تامة لفترات طويلة جدا، لحد ما تيجي فرصة للقيام بعملية معينة ويقرر الإمام والمرشد إن أخينا الحشاش يفجر نفسه أو يرمي نفسه من فوق القلعة. أنا كده خلصت اللي عندي، يهمنا هنا تشاركونا آرائكم وتعليقاتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. أنا عبد السميع جميل، أشوفكم بخير.